اقول لك اللي في نفسي، ليش نفسي يجي رمضان واحنا بنموت؟ لانه انت حكيتي رمضان شهر العبادة والصوم والصلاة والذكر، احنا مش موجودين في بيتنا، مش موجودين في مكان، فقدنا كل اللي بدنا اياهم. سفرة رمضان كنا نقعد عليها 10، صرنا نقعد عليها 5، هذا اذا ما كناش نقعد عليها ولا واحد. كم عائلة انمسحت من السجل المدني؟ كم شهيد بدهم ضايل عشان احنا نقدمه؟ كم طفل ضايل بدهم عشان يخلصوا الحرب؟ احنا ما بدنا رمضان يجي، وجعنا اكبر بكثير من اللي قاعد بصير. انا ما بدي رمضان يجي، لانه احنا خسرنا عائلات وخسرنا اطفال وخسرنا شهداء. احنا كنا نقعد 12 على على السفرة، صرنا نقعد 6، وبتقولي لي رمضان؟ المشهد أصعب من إنه ينوصف. تعرفي شغلة، أنا بحس إنه ما عنديش كلام أوصف، ما عنديش إشي أحكي اللي أنا بدي أحكيه. أنا حنفجر، حموت والله العظيم، حاسة بدي أصرخ بأعلى صوتي. لما بتشوفي طفلة تنقص رجلها بدون ما تتبنج، بتشوفي طفل آخر في دولة أخرى رايح يخلع سنه، مش قادر يتحمل الوجع اللي هو اصلا هو الدكتور حاطط له بنج قارني، بات الرجل بدون بنج. ليش؟ ما لهم اطفال غزة؟ شو سووا للعالم؟ شو سووا للدنيا كلها؟ هل هم بيستحقوا هذا التعب كله؟ اذا بيستحقوا التعب وانتم شايفين وراضيين، اوكي. في غزة في الحرب بحكي لهم، اللي مات ارتاح واللي عاش مات.